يقول خيار المؤمن قلبه صافي، كيفاش نجم نطبقوا الحكمة إيمة العيد؟ والله هذه خيار المؤمن قلبه صافي هي المحبة بين الناس، والعيد هذا يا ربي جعله فهمت محبة للناس، وهي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يلزمنا نكونوا معناتها في العيد هذا كنا محتحبين فهمت كذا، كما أنت عندك المحبة في دارك تذبح فهمت كذا، ولكن ثم ناس فقراء فهمت كذا، كيفاش ندخلوا لهم السرور في ديارهم فهمت كذا؟ وهذا من فضل ربي كون معناتها ناس ثم ناس تتبرع فهمت باللحوم هذه فهمت كذا، ونحن نصدقهم ويجون الفقراء ونصدقهم يمشوا فرحانين فهمت كذا. ها وهذا مجمع من عندنا توا اكثر من 10 و 15 سنه. قيمه العيد هذه خير من قلبه صافي، كونه العباد الكل لازم تضحي، جارك ما عندوش تعطيه تعاونه ما فيها باس، هذه الكتف العاده نتاعنا هذيك ديما تتطبق، فهمني العباد الكل تولي تاكل لحم بالطبيعه، العباد الكل تبات متهنيه وصغيره تفرح، وماذا بهم العباد كي تعمل كوليكت اذا عندهم جارهم ولا حاجه ما عندوش ضحيه يعملوا كوليكت يلمدوا له حق ضحيه، راهي عمل انسان كبير ياسر يولي. اول حاجه هي الصدقه، هيك هي الانسان الفقراء اللي ما في حالهمش والكل على الاقل نفرحوا الصغار. احسن حاجه هي الصدقه، فهمتني بال بال بالفلوس بال 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 بالماده بصحتك حتى بفمك عندك صداقه على فمك، كي تقول كلمه خير عندك صداقه. اذا انسان ما يخافش على اخوه المسلم، ما يحنش عليه، ما ينظرش بعين الرحمه لهيك الانسان، مش كوان يذبح ويدخل داره ما يرش، يعني اذا عنده جار فقير انسان محتاج يطبوا، مش نهار الوقفه يطبوا من الناس قبل بعشر ايام يرى اذا مش يضحي ولا، وشوف يجمش يعاونه، حتى اذا ما يجمش يعاونه حتى بالكلمه، حتى اذا مش بالفلوس حتى بالكلمه، خاطر الكلمه طيبه يعني عندها مفوله في نفسيه المؤمن. مثلا كيما القلب الصافي مثلا الانسان ينظر للزوالي وللفقير تسامح وصدقه زكاه. المؤمن ديما قلبه صافي، الخو يحن لاخوه، يوم الناس يقولوا انا زمن حد كان جاي خوي حنا لاخوه لحد يبكي انا مبو. اي مات العيد الحكمه انا في ضحيه، اسمك قلبك صافي وانا تنوي ضحيه هذه ربي سبحانه وتعالى، واللي ما عندوش ما يقدرش ما يذبحش، هي سنه ماهيش فرض. اللي ما عندوش نجموا نعاونوه؟ اي نعاونوه، التونسي التونسي رحمه راهو، شنو تو اكثريه الناس نعينوا في بعضنا احنا كحومه ككذا في الذبيحه في الفلوس نحنوا على الزوالي. اي مات العيد وما ينبركه العباد في الحج، واحنا لهنا اقل شيء نعملوه ان نصدقوا على الاقل اون غروند بارتي من العلوش، باش على الاقل اللي ما يقدرش يضحي على الاقل يفرح، حتى ما يشوي ما يذبحش يشوي، وصغيره تفرح الناس كل تفرح. ان شاء الله عيدكم مبروك ياسين، دايما عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير.